صحح المنظومة إن فسدت تلد الفاسد وإن صلحت تلد السوي. وادي رحيت القضى دير بلا إحساس. اهلا بيك اسمي محمد عبد الهادي، العمر 17 سنة زائد سنة سجن عسكر انفرادي، وابويا ميت في حمل اخواتي فوق كتافي، ساكنين في اوضة جوه حارة تحت الارض، شفت العفن بالنسبة لنا فرض، لولا وجود القرآن كنت كل يوم اثبت لك عدم وجود لينا رب، كل مكاني كنت كفرت، كنت عرضت جسم اختك للبيع عشان تحافظ على امك، تحت سقف واحد الجوع وانت يضمك. بنرحب بيك من وسط اعفن حواري مصر، هتلاقينا دايما جنبك، احنا الوباء والعفن واكل عقلك، سلاح اعلامي وسخ بتهدد بينا امنك، ولو في يوم ضليت ياللي ساكن القصور مستنيك في ضلة وهجلك. المسرحية كوميدية والدعوة مجانية، وانت كومبارس سلبي دورك زي ما هو جملتك هي الفرق بيني وبينك الفلوس، والعجيب ان المادة لسه بتسند في عالم خيالي ومنحوس، تاكل تملى بطنك تشرب تسكر عقلك، شهوتك موجهة وحالك ميؤوس، اعتبرني منتج عادل منظومة متدهورة، انت فلت وانا خرجت من خطة خارج عن السيطرة، والمنظومة تولد النظام، انسان قالي كالعادة يلف يدور في الساقية لخمسة جنيه زيادة، فاكرنا هما واحنا ابعد ما يكون عنهم، بس اللي زيك ساكن الغيوم دايما شايفنا منهم، من حق الظاهر ونادي بأعلى صوت الحرية، استجلت بنت عز الضلمة بتهتف للدولة الصهيونية، منزلت كتفي في كتفها أحمي ظهرها وهي بتهتف، والطلق قدام عينينا والغاز بيمطر علينا وهي بتهتف، رد ظابط مصري قال لي لباسك يقع قبل العلم يا صعلوك، ممكن نوقع 100 نظام بس الصهاينة للظباط مملوك، يومها واقع أخ كان حلمه قدسي يحرر، ومهما شرحت يا خنزير القتل غير مبرر، أخويا مات شهيد للحرية يولع كلامك يا وزير، تطير جهازك ملوش معنى إلا بإعدام الخنازير، والقصاص بالقانون هيتم أو بإيديا، فنزلت ثائر أتابع المحاكمة استخفاف وهذا ليا، وسخرية القدر اتحكمت من العسكر، عسكرية دلوقتي مرمي بعفن السجون، كلب خاين وبطاقي مش ملموم، والمنظومة ساكتة على الكنبة قاعدة تتلقى تعليماتها من جهاز التلفزيون. ثورة كذبة كبيرة، الثورة ملهاش وجود، وادي نفر من الغلابة بينفض الأنفاس. اهلا بيك اسمي السيد اسماعيل علي، بيقولوا عمري 45 بس سني 100 سنه في ذل حاكمين، وعفن عايش فيه سقطت على حالي وحالك مش فارق عني كتير، المهنه عامل مصنع والمصنع مص دمي، والمرتب نص رغيف تامين صحي ما تلاقيش 18 ساعه عمل والعائد ما يساويش، وفي الاخر نستهلك نتعدم نتكلم نتردم، مجرد عبء زايد تتمرد تتردم، اشتراكي من صلب الشارع لدوشة نخبة سامع، ممكن اكون معدوم بس فاهم فكرة استقرار لو كان مزيف فائع، دبلوم صنايع اول دفعة دلوقتي سايق ميكروباص، والبلطجي كان خنزير بنجمع الكتاب، شفت جهنم قبل ما القيامة تيجي من ضوافري اتعلقت اتسحقت واتصدت، لمجرد ان الجامع كان ملجأ ليا وقت ضعف اتخطفت، يا عبد يا مستهلك عايزنا نكون سوي، وانا مولود مكبوت ودراعي متلوي، لكل فعل ليكو خلقتو التطرف، رد فعل والتطرف طول عمره بيخدم سلطة، عايزك دايما خايف ولو في يوم امنت يزود ديك الجرعة، السلطة الحاكمة وانت عمركم ما تكونوا واحد، مصلحتك بس تعيش، مصلحته انه يفضل حاكم فيك وليه تفضل عابد، ومستحيل تغير النظام من جوه، فارفع راسك بالعفن كون معارض، افتخر ان اكون خارج عن قانون، لو كان بيحمي فاسد والليله النار قامت، ضربنا وكسرنا والقلعه ولعنا حراسها اعدمنا، فخاف ياللي بتحكم مصر غضب الشارع لما يقوم، هياكل فيك الظالم والمظلوم، وانت يا مواطن يا شريف قمنا للحرية مش للعدي وكامل الريف، اشتروك بشنط السحور سكتوك لما أكلوك، وبالمحاكمة ازاي فخدروك، والسيناريو بيتعاد بنخلق الملوك، إن
النظام مصلحته في انك تكون غرقان في استهلاكك. الطبقة يا سلاح ويقوي بيها انعدامك. ايه هي السعادة؟ تشرب فودافون وتتكلم كوكا كولا وتصاحب بنت حلوة مخها فاهمة في الكورة. الطبقة يا سلاح ويقوي بيها انعدامك. مصلحته انك تدوم غرقان في استهلاكك. اسف لو مزاجك كان يتحكر. 800 شاب مقتولين في سجن عسكر والمنظومة ساكتة على الكنبة قاعدة تتلقى تعليماتها من جهاز التلفزيون. أوامر عسكرية عسكرية دولة عسكرية عسكرية آلة عسكرية عسكرية أوامر عسكرية عسكرية دولة عسكرية عسكرية آلة عسكرية عسكرية أوامر عسكرية عسكرية دولة عسكرية عسكرية آلة عسكرية عسكرية أوامر عسكرية عسكرية دولة عسكرية عسكرية آلة عسكرية عسكرية أوامر عسكرية عسكرية دولة عسكرية عسكرية آلة عسكرية عسكرية